هذا بيعرف دكتة وعيات هدول شوارب بيضحك أكثر بيضحك لا وحياة أبوك ما عاد تحكي غير اللي حكيته خلاص خلينا نسمع البرنامج الإذاعي يلي مقدمه الشاعر الكبير منتصر تفضل هلأ هو لساته مجرد فكرة فكرة برنامج وأنا كتبت الحلقة الأولى منه يعني بايلوت وراح أقدمه لمدير البرامج هات لشوف هذا البرنامج من شهر رمضان تعرف أبو فريد أنت رمضان صار على البواب مظبوط والشاطر بقى اللي بده يقدم فكرة جديدة لبرنامج يقدمه بالإذاعة بقى أنا شو قلت لحالي اسبوع الكل وقدم فكرة يخلي الكل يجن منها عظيم وهي الفكرة غصب عنهم بدهم ياخدوها وأرجيني ساعتها شو رح يصير بالإذاعة وشو رح تعمل الواسطات ونيك أهو علينا منتصر العيط قلبي اعتبرناه يلا الفكرة بقى خلص بقى رح أحكي البرنامج هو عبارة يلا بالإذن يا جماعة شاهير ما بدك تقعد تسمع فكرة البرنامج ولا بدك تعمل سئيل مثل هدول اثنين رفقاتنا اللي جوا مرة ثانية لأني مضطر روح هلا خطفكم الله معك أبو شاهير الله معك أبو شاهير مع السلامة البرنامج شكل جديد من البرامج اللي بتتقدم عن الطبخ برمضان ولك أنت شو فهمك بالطبخ؟ أبو فريد أنا ما بفهم بالطبخ صح هذا الحكي مزبوط أنا بدي أعمل بس إعداد للبرنامج والمذيعة هي اللي بتقدمه ولك خلصنا بقى بيض هالجوهرة بقى هون حطنا الجمال بيبدأ البرنامج بالشارة الموسيقية أيوة وبعدين بتطلع المذيعة وبتقدم مطرب جديد يغني غنية بدنا نعطي فرصة للشباب يعني من هدول المطربين الجدد لك إيه وبعدين جايك بالحكي هلأ أنا ألفت غنية جديدة لهذا المطرب الجديد مشان أقدمه من خلالها وبنفس الوقت المذيعة بتسأل المستمعين عدة أسئلة عن الطبخة اللي غناها المطرب يعني هلأ أنت بدك تقدم مطرب ليغني لطبخة؟ شو عليه؟ يا محمد عبد الوهاب بزمانه غنى لورق اللعب لا الشدة بقى هاي ولا هاي؟ الطبخة ولا ورق الشدة؟ لك هلا انا قديش سمعت لعبد الوهاب بحياتي ما سمعته عم يغني للشده لا 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 يا ابو فريد هي ما حبيتها منك معقوله معقوله مالك سمعان غنيه الكوتشينا لا والله اذا كان روح اسمعها لك شو بك انت ابو سمعان هاي كنت شو اسمها كوتشينا شو لك هلا بشرف ابوك انت بتعرف غنيه لعبد الوهاب اسمها الكوتشينا لا طيب ماشي الحال كمل وبعدين أنا كتبت غنية المقدمة وغنية الختام ومثل ما قلت لك هذا البرنامج بده يضرب ثلاث عصافير بحجر واحد حلو شلون يعني؟ يعني
بيقدم اولا مطرب شاب جديد ومنخلي ست البيت تتعلم كل مكونات الطبخة وطبخة جديدة، وبنفس الوقت الموزيعة بتسأل المستمعين بعض الأسئلة حول الطبخة اللي سمعوها، واللي بيعرف الأجوبة بياخد سيارة جديدة. شلون؟ فكرة أكثر من رائعة. هلأ الحلقة الأولى اللي أنا كتبتها إلي علاقة بالفتوش، بتعرف أبو فريد أنت كل الناس بتحب هي السلطة، بتحب الفتوش. يلا سمعنا شو كتبت عن الفتوش. هلا هي يعني بدها لحن مو ملحنة. والله فهمان عليك، ليش في غنية بلا لحن؟ لك أكيد لا، اسمعوها لكان. هلا رح تحسوا إنه هي كأنها ملحنة وأنا عامل فيها هيك شوية كوميديا فرفشة هيك. أيوه بتغمش قلوب المستمعين. فرفشة. فتوشك فت فتوشك فتوشك توش من كتر الرش شو تشتش كله منفوش، صبيلي صب صبيلي بصحني المنقوش، لفرشلك بقلة وبدموعي اعملك دوش، وفتوشك فت فتوشك فتوشك توش. هون شو بتقول المذيعة؟ بتقول أيها السيدات والسادة، ذكر المطرب مكون من مكونات السلطة والفتوش في أغنيته التي استمعنا إليها منذ قليل. ما هو هذا المكون وما هي المكونات الأساسية لهذا النوع من السلطة؟ إيه؟ وأول واحد بيتصل وبيجاوب جواب صح بينجو بيربح سيارة جديدة. شو رأيكم؟ بدك الصراحة بحياتي ما شفت أتفه من هيك. وارطانيان انت ما تاخرت على شغله؟ طولي بالك نشرب شاي فتوش. خلاص انا بحاسب عنا قوم روح. طيب بابا اول ما يوصل عمي بخبره. خلص بابا وحياتك ما بنسى. طيب طيب اوكي مع السلامه باي. شلون طلعت حلوه؟ ما بقى شيء. شو كان بده سيد الوالد؟ بده شغله من عمي. شغلة من عمك؟ وشو هالشغلة؟ شغلة بيناتهم. بس انت بتعرفيها. ايه مزبوط. شو هي؟ ولا ما بدك تقليلي؟ نزار عم قلك شغلة بينه وبين عمي، بلكي ما بده حدا يعرف فيها. لا يا سمورة بزعل منك. ليش انا حدا غريب؟ لك انا حبيبك وخطيبك وحبيب قلبك، ولا هو ولا بدك تخبي عليه؟ بعرف انك خطيبي، بس هي شغلة خاصة بينه وبين عمي. ايه مثل ما بدك، يعني انا حبيت اطمن على ابوك وعمك. طمن ما في شي خطير. ايه مثل ما بدك، اساسا انا شو دخلني باثنين كل واحد اكبر من الثاني. ها شفت ما احسنك، شو دخل الصغار بالكبار؟ ايوه انتي الكبار، قولي مستحاسات ولا تخافي. مستحاسات؟ هلا ابي وعمي صاروا مستحاسات؟ لا لا مو يعني مستحاسات، قصدي يعني كل واحد اكبر من الثاني وعم يخرفوا. هلا هذا اللي طلع معك بيخرفوا بدل ما تقول الله يخلي لنا اياهم ويطولنا بعمرهم؟ شبنا حبيبتي سمورة، يعني انا قصدي انه كبروا، يعني قصدي انه كلنا فاكم ولي. الله لا يقدر. شو هالفعلك نزار؟ شبك يا حبيبتي بمزح معك، ولو انا قصدي انه كلنا بدنا نموت. إمنا من سيرة الموت هلا، ورجيني هالطبعة. بدك تقبري قلبي انت والطبعة. هي الطبعة شو فيها؟ شو فيها على اللبس ليكي بيطلع احلى هيك؟ شو رأيك؟ مو كأنه الحبر قليل؟ مزبوط الحبر قليل بس مو مبين. شلون مو مبين؟ بلكي الزبون رفض يستلمها. شو يرفض يستلمها؟ ايه رح يستلمها غصب عنه. شلون يعني غصب عنه؟ نحن ما بنشتغل هالشغل نزار، بعدين كأنك ما أشرفت على الطبعة. مزبوط ما أشرفت على الطبعة. عمي مو موصيك ما تنطبع ولا طبعة إلا تحت إشرافك؟ بلا هيك قال لي. طيب وليش خليتهم يطبعوها بغيابك؟ حبيبتي لإمتى رح تتمك تعملي علي دور المعلمة؟ ما عم بعمل عليك معلمية، بس هذا شغل يا نزار. طيب هلا بكره بس نتزوج إن شاء الله ونعيش تحت سقف واحد وبيت واحد، كلمة مين اللي رح تمشي؟ أكيد كلمتك.
يلعن اخت الساعة اللي تعرفت عليها على الفيسبوك. ايه عم نحكي معك العمى شبك. استنى استنى شوي، شو انا فاضي لك؟ لا شو فاضي لي، اعوذ بالله. خليك مع النسوان تبعك، والفيسبوك على فكرة اللي يجيب اخرتك بكرة. هلا انت ما بيحلالك الكلام والاخذ والعطاء غير لما بكون مشغول. مشغول؟ سبحان مغير الاحوال. يلعن النت واللي اخترعه. ليش شو صار؟ نقطع، ما عاد في نت. ايه سيدي شو بدك، صار لك ساعة عم تحكي مع حالك؟ لا ما عم بحكي مع حالي، كنت عم بحكي معك، بس والله انت اللي مالك هون. شبك؟ لازمك مصاري؟ مصاري؟ وصاير معك مصاري والله؟ ايه معي مصاري، قد ايه بدك؟ لا ما بدي مصاري. لكن شو بدك؟ هلا اذا بدي احكي معك لازم يكون بدي منك مصاري؟ بعدين انا من ايمت باخذ منك مصاري؟ ما بعرف هيك فكرت، لكن شو بدك؟ بالمناسبة، منين انت عم تجيب مصاري؟ خير الله كثير، ولا يهمك انت. يعني شو عم تشتغل؟ كلها الجخ والرخ وبدلات وموبايل. شو يعني حسد ولا ضيقة عين؟ لا حسد ولا ضيقة عين، بس منين عم تجيبه؟ عم أقول لك خير الله كثير. لا إله إلا الله، فهمت يعني عم يدلل لك ياهر من السماء؟ هلا تركنا من هذا الموضوع، كيف الكلية؟ عم تسألني على كليتي؟ روح اسأل حالك، لعاد لا رحت ولا رجعت على جامعتك. ما بعرف أنا شكلي ما رح كمل جامعة. شو؟ مجنون أنت؟ ايه ما رح كمل جامعة، شو الغريب بالموضوع؟ لك يا عالم في طالب طب بيترك جامعته؟ أنا بدي أترك جامعتي، شو القصة؟ يعني إنك واحد مجنون؟ يا سيدي أنا قررت إني أختصر الطريق وأشتغل بالتجارة. تجارة شو؟ أي شيء، يعني أنا اكتشفت مقدرتي بالتجارة. لك وكليتك؟ كلية الطب؟ بس أفضل بتابعها، بعدين لإيش الطب؟ مشان أتخرج وأشتغل طبيب مقيم بشي مشفى؟ لا، مشان تفتح عيادة. والله قلي انا منين بدي افتح عياده؟ لك اذا البيت الصغير اللي باخر الدنيا حقه 20 مليون، روح عنا عمي، هذا حلم ابليس بالجنه بهيك بلد. طيب والقيمه العلميه والفكريه؟ خليهم الك، ان شاء الله بتصير اكبر متعلم ومفكر بهالبلد، وبتصير مشهور وبتطلع على الاذاعات وعلى التلفزيونات وبتحكي عن العلم والثقافه والادب وعن كل شيء، وبصير عندك معجبين ومعجبات، اخر شيء القصه بتوقف عند المصاري، يعني كل شيء عم تحلم فيه ما بيطلع مصاري. عمي هي الدراسة والعلم والثقافة والبطيخ مبسمر ما بيطلع مصاري، معك قرش بتسوى قرش من الآخر. لك بركي متجوز عليكي مشان هيك ما بيجي على البيت. يا ريت، اي بدفع لها فروخ ومشان تخلص منه. شو مفكرة ما بيعملها؟ اي ساويها، وإن شاء الله بتدوق اللي عم دوقه أنا. صالحتي؟ لا لسه ما صالحته، مو ليشرف على البيت بالقبل؟ لك اتصلي فيه ضروري يجي على البيت. لك الخزنه يا نظيره، شو بدي ضل وصيكي انا؟ بعدين شو بكي؟ حكي عليه بكلمتين حلوين. لك شو بكي مبرده صايره فرد شقفه؟ حاضر حاضر رح حاكيه، الله يريحني من نور لاهي. امين امين يا رب العالمين. لك يكبرني دي خلائك. ايه كاني سمعت دقه الباب. مزبوط، اخوكي شاهر رجع. عن جد؟ ايه عن جد. لك انا عن مزه. وينه؟ بيقطه مثل عادته. انا فاتي شوفه لك. لا تركيه نايم. ليش دغري رجع نام؟ ولي على قلبي اجا كتير تعبان، يبعت لي حمى قالب على نصه. ما قال لك وين كان؟ ما لحق يقلي، دغري فات على الاوضه. وشلون رجع على البيت؟ حكى معي بالتليفون مثل عادته، ولما قلت له انه ابوك ترك البيت ما لقيته غير دق الباب وفات. ماما؟ نعم. مو لازم نعرف ليه بابا عمل هيك؟ ما بدي اعرف. مو معقول بعد كل هاي السنين يطلقك؟ لا معقول. طيب لازم نعرف شو السبب. اساليه. ماما انت اللي لازم تساليه مو انا. ليش لاساله؟ كل واحد عقله براسه بيعرف خلاصه. شو قط عندك بالبيت وهرب، ولا جوزك اللي ترك البيت وطلقك؟ يعني انتي انظم مني؟ من يوم ما اتطلقتي سألتي على جوزك؟ ماما انا بعرف شو السبب، انا غلطت بحق جوزي واستمريت بالغلط، يعني الحق علي. وانا هلا عم قلك الحق على ابوكي. طيب ما بدنا نعرف شو السبب؟ قلتلك اسأليه، اذا عنده سبب يحكي. والله ما عم صدق.
معقول بعد كل هالعشرة يتطلقوا؟ انت عداك العيب. تعرف انا كنت عم بقول لحالي يا لطيف المنتصر شو انه انسان عظيم، شلون قدر يتحمل هالحياة بلا اولاد؟ ومع هيك ما حكيت لك، مع انه انت اقرب الناس الي واعز رفقاتي علي. رح تطلع روحي يا فريد، والله رح تطلع روحي. طول بالك منتصر، طول بالك، كل عقدة وإلى حل. كانوا حل يا زلمة، كانوا حل، كل مالها عم تزيد. هلأ إذا بروح على البيت بلاقيها نايمة، لك هلكتني. طول الليل سهراني على هالتلفزيون، وطول النهار حاطة راسها ونايمة. لك من وقت ما فات الفيديو لعنا على البيت وهي حالتنا، وقت اللي صار في فضائيات صارت حالتنا بالويل على ألعن وأدق رقبة. أوف، من وقت ما طلعت الفضائيات؟ لك من قبل الفضائيات، عم اقول لك من وقت ما كان الفيديو دارج. لك يا رجل مشتهي مشتهي دوق شي طبخه. ما عم تطبخ كمان؟ اخ يا ابو فريد، منوب ما عاد دقت الطبخ. لك صرت مشتهي كل شي، الحامض الحلو واللفان. هذيك الجمعه رحت اشتريت اكله يبرق جاهزه من السوق. لك في حدا بالدنيا كلها بيجيب كل يوم طبخ على البيت؟ طبعا لا، اهل البيت ما بيصير يجيبوا اكل جاهز الا اذا عندهم عزيمه، او اذا كان الشخص عزابي ما في مين يطبخ له. وهي انت قلتها، وانا هلا عايش عزابي. والله يا منتصر وضعك صعب، وعن جد صعب. اخي قيم كل شي حكيت لك اياه على جنب. لك مشتهي شي مره تشاركني برايد شي موضوع؟ مشتهي مرة واحدة تقلي يا منتصر مقالتك اللي نشرتها اليوم حلوة؟ أخي ما تقلي حلوة، تقلي مقالتك بشعة، بس المهم تقرأ بهالجرايد اللي عم جيبهم، مو تضبهم كلهم بالمطبخ. طيب أهلا أهلا شو بيقولوا شو بيحكوا؟ أهلا لقي ما حدا سائل على حدا. أهلا كل عمرهم عايشين ببيروت، ومن 15 سنة ما أجوا على الشام. أوه، وليش ما بيجوا؟ لك شو بدهم يجي يعملوا؟ شو بدهم يجوا يعملوا؟ أبي يعرفوه ولا بنتهم؟ اشرني وما قالوا غيره بالشام. بدها طول البال، بدها طول البال، إن شاء الله بتنحل. ما بتصور. روي يا زلمة، إلا ما تنحل. بعدين فادية مرة فهيمة. وأنتوا الحق عليكم، قطعتوا الزيارات لعنا. مو بإيدي يا فريد، مو بإيدي. يعني صارت الروحة معها بتسلق البدن، بتسود الوش قدام العالم. قوم لنفوت وغير لي هالموضوع قدام ابو محمود وابو لؤي. طيب يلا. وينك هلا؟ ساعة ونص لحتى تجي، لو جاي من اخر دنيا كنت وصلتي. خليها لله. اخ لو بتعرف اليوم شو صار معي. شبك ماجي؟ ايه؟ شبك مو على بعضك؟ ماشي. اخذوا البضاعة؟ أخذوها وقت المصاري. وينهم؟ ليش ما لهم معك؟ قلبتهم دولار كلهم؟ حستك وحصتي؟ ليش؟ لازم لي دولار. طيب وحصتي؟ ايه حصتي. حصتك طلعت مليونين ليرة، وأنا بدي منك مليونين ومئة ألف. هالحالة بزيد لي معك مئة ألف. ايه بس نحن متفقين إني أعطيك مصاريك بعد خمسة شهور. مزبوط، بس أنا مضطر كتير. مو مرتاح قلبي لهالقصة، خوفتني ماجد. شو في؟ ليش تأخرتي؟ رحت على الشرطة. شو في بالشرطة؟ هذا الشوفير يلي عندي سرقني، اجوا كمشوا واخذوه على المخفر، وبكره بدهم يعملوا معه تحقيق. جبتي أجله معناتها؟ الله يسامحك، أنا جبت أجله، عم قلك سرقني. أما شو طلع في عالم أنت عم وقفت علي كلهم ذئاب. أماني أماني شبك أماني. ما في شيء. احكي فهمني، والله رعبتني. في شيء مشاكل بشغلنا؟ لا لا، شغلنا منيح مثل الليرة ماشي. لكن شو القصة؟ مسافر كم يوم برات البلد، عندي شغل. شو الشغل؟ شغل شغل بخصني هيك، بس تأكدي انه انت مالك علاقة. لك بشو مالي علاقة؟ استغفر الله العظيم، انا مضطر اغيب على عيون الناس هيك بعد برات البلد كم يوم، يمكن شهر. يا لطيف،
عندي مشكلة، مشكلة متعلقة فيني، وأنا وعدتك اليوم لحتى نجدد اتفاقنا. أنو اتفاق؟ نحن اتفقنا إذا أي واحد بيناتنا بيغيب الثاني بيحل محله، صح؟ صح. أنا وأنت يا شهيرة معنا مصاري كتير، متفقين إذا واحد بيناتنا صفي على الحديدة الثاني بيشيله، صح لما لا؟ أوهو علينا، مزبوط. بس أنا هلأ بدي أفهم أنت شو صاير معك؟ هني كلمتين ورد قطعه، إذا ما سكت ما بجيب سيرتك لوضعه راسي. لا تفاول يا زلمة. خليني كمل. بنتي أماني برقبتي، شو بتحتاج من راس الأساسة بتديري بالك عليها؟ لك شو عم تحكي أنت؟ بنتك هي بنتي ولو؟ طيب مرتك الدبة شو رح تعمل فيها؟ تنباع بالعزاء، إن شاء الله بتنفرم وتندعس. إن شاء الله. خلص بقى روق. لك اطلبني على الموت بلبيك. لا يا شريك، إخوة نحن. طول عمرك كفو. الله محيو أصلك. معك 500 ورقة. طحري شبك. لا تنسي 100,000. الله يرضى عليك، كل شيء لعاب. أهلا وسهلا، تفضل. أهلين عمو. بابا موجود عمو؟ بابا مسافر. مسافر. فيني شوف مدام مشاهد؟ إيه طبعا، تفضل. أهلين ستي هشام. أهلين مشاهير. أهلين. من أولها مشاهير. خير. شو خير؟ ما قال لك أبو شاهير؟ عن شو؟ شو عن شو؟ عن الفيلا والعشر ملايين. أبو شاهير مسافر وما قال لي شيء. أنا شفته بالقهوة وطالبته ترجعوا لي الفيلا والعشر ملايين. تفضل تفضل. قلت لي إمتى شفته؟ مبارح. ليش ما قال لك؟ لا. بعدين انت ليش بدك تسترجع الفيلا والمصاري؟ لانه ابو شاهر ما خدمني مقابلهم بشي، بالعكس تحولت على الرقابه والتفتيش. ونحن شو دخلنا؟ شلون شو دخلكم؟ مو على اساس مشوا لي شغلي مقابل الفيلا والمصاري؟ مزبوط. اي ما مشي ولا شغله، بالعكس تعرقل كل شيء، وقال ابو شاهر شو؟ مو دريان بشي. طيب ليرجع ابو شاهر من السفر. شو ليرجع ما يرجع؟ أبو شاهر قال لي مو دريان بشي، ومفكر الفيلا تبع أمك والمصاري ما عنده علم فيهم، يعني أنت اللي بدك ترجعي لي إياهم. طول بالك ووطي صوتك، ما بدنا حدا يسمع. لك شو ما حدا يسمع؟ أنت أخذتي المصاري وأخذتي الفيلا مقابل شغل ما اشتغلتي، يعني أنت بدك ترجعي لي إياهم، مزبوط ولا عدلك إياها؟ مزبوط. مشان الله وطي صوتك. كيف لقيت اللي هي برقات؟ لك الله يسلم لي اياكي، بياكل عادي. صحة بس منك. بتعرفي مكترة توم ما؟ لا مكترة توم ولا شيء، أطيب هيك، بعدين أنت بتعرف، التوم بقش زفرة العصعيص. بتعرفي؟ شو؟ اليوم عم بيقول لي منتصر قال رح يموت على أكلة يبرة، رح يموت. ما يطلب من مرته تعمل له؟ مرته؟ ايه طبعا مرته، لك من مين بده يطلع؟ لك هو قال لي مرتي من سنين ما طبخت لي طبخة. ايه لا روح، شو الحكي هذا؟ اكيد بيكون عم يمزح او عم ينتقده مثل عادته، بعرفه رفيقك انا. عن جد شكى منا بالقهوة اكتر من ساعة، وبيظهر انه واصل بيناتهم للشيطان الرجيم، يعني للطلاق. اعوذ بالله، شو الحكي هاد؟ معقولة؟ لكن شو قاعدة عم تعمل طول النهار بالبيت؟ وعلى قلبت لا شغلة ولا عملة، وحاطة هالتلفزيون وعم تتفرج، يلا من مسلسل لمسلسل. وشو عم ياكلوا لك؟ شو بيعرفني؟ عم ياكل حواضر، كل يوم حواضر. إيه لا هشام، لا ما بصدق، هذا رفيقك عم يزودها شوي، يعني ما بتعرف أنت لفادية، مستحيل تعمل هيك شيء. لكن بلا بعرف أنا لفادية، بس كأنه يوم ورا يوم عم تعمله. خلصنا هشام مشان الله، هذا رفيقك بيكون عم يتفشش فيها قصادا بس لانه ما جابت الاولاد. واليوم يا حرام رجع حكالي عن الاولاد مره تانية، بشرف زعلت عليه. ايه ماله حق، ماله حق يحكي عليها، يعني شو بايدها ما تجيب اولاد؟ كله من الله، حرام. لا مو بايدها، بس كمان هي لازم تقدر انه طول هالسنين ما تجوز عليها. اي سكر لي تمه ويسكت بقى، كمان هو طول ما له قاعد بيحكي بالقصه، شو نسيت؟ لا ما نسيت، بس حتى اذا حكى بيكون عم بفضفض، مزبوط.
مزبوط. بعدين شو عم تشتغل طول النهار؟ لا بتطبخ ولا بتعزل بيتها؟ لا معلش بهي اسمح لي، مستحيل فاديا ما تنظف بيتها، انا بعرفها نظيفه لفاديا، هذا رفيقك عم يتجنى عليها اكيد. لك لا عم يتجنى ولا شيء، انا لاحظت من خلال حديث منتصر انه هي عم تعمل هيك اصلا. وليش لتعمل هيك؟ في سبب، لانه ما في مره بتعمل مع جوزها هيك الا وبيكون في بالها بال. هلا انت قديش لك ما شفتيها؟ شو بعرفني؟ من زمان كثير. يعني انا لانه حسيت انه هن ما عاد حبوا يزورونا ولا نزوره. هي مرته ما عادت حبت تشوف حدا بنوب. هي الله يسامحها ويصلحها. والله انا كنت كثير حبها وعامله مثل اخت من اخواتي. هلا انت روح اعملي لها زياره وانصحيها قبل ما يوقع الفاس بالراس ويوقع الطلاق بيناتهم. خلص مثل ما بدك، بروح لعندها وبزورها. الله يقدرني على فعل الخير. قومي غلي لنا كاسه شاي. والله يا فيروز وجعني راسي من الحديث. قومي. والله معك حق. يلا قايمه. وهي كل يلي سمعته. يمكن تكوني سمعتي غلط. هلا عم تواسيني؟ لا ما سمعت غلط. معقول وصل لدرجة انه يقتل مرته مشان المصاري؟ هذا يلي صار. سمعت كل شيء بإذني، يعني ما حدا قال لي، وأنا لهلأ ما عم صدق. معناها مشان هيك ساكت عن بلاويها. لمين؟ لمرت أبوكي. ايه هلأ فهمت ليش ساكت له، وهي عم بتهدده هالطالعة والنازلة. على فكرة هي غبية كمان. ليش؟ لأنه هي شريكته بالجريمة وما لها دريانة. لا هي ما لها شريكته، هي بس ماسكته، يعني شايفته. شلون مو شريكته؟ هي قالت له شفتك وقت قمت الأكسجين عنا، يعني وقت خلاها تنق. يعني متسترة على الجريمة، والتستر على الجريمة جريمة تانية. يعني ممكن تتحاسب معه؟ طبعا أكيد رح تتحاسب، خاصة إنها كانت عم تبتزه حتى تضل ساكتة. ما بعرف، بجوز. شو ما تعرفي؟ وحدة شافت زلمة قتل مرته وسكتت عنه وتجوزته كمان، هي مو شريكة بالجريمة؟ بلى
الله يعينك على هالعيشة. ما عاد فيني ضل بهالبيت، عم فكر سافر برات البلد. تعي لعندي، مين مانعك؟ يا ريت يا بلال، على القليلة بخلص من هالجو البشع. طيب شو عم تستني؟ خليها لله. ما عم أحسن أفهم لهلأ شو السبب يلي مخليكي عايشة بهالبيت. مليون مرة قلتلك تعي لعندي. طيب بلال، رح سكر هلأ، حسيت حالي تعبت. مثل ما بدك، بس ديري بالك على صحتك. احترامي سيدنا. شو هدو؟ مراسلة جديدة سيدي. قريتها؟ طبعا مهمة كتير سيدي. هات لشوف. عم تحتفظ بالنسخ الإلكترونية؟ طبعا. طيب روح عالشغل. احترامي سيدي. الو. عبد الرحمن طلع لعنا. حاضر سيدي. يلا جايك. اهلين وسهلين الفريد، تفضلوا. فوتي ماما فوتي. الله يسامحك يا فادية. قال شو بيقول المثل؟ اللي ما بيجي لعندك روح لعنده كون انت احسن منه. تعي ماما. هاي رحاب، اللهم صل على النبي، والله صارت صبية كبيرة. معك حق ما تعرفيها. قد ايش صرنا ما شفنا بعض؟ عمر تفضلوا تفضلوا، دقايق وبتكون القهوة جاهزة. خذي وقتك. فوتي ماما. وليه؟ قهوة وما في. لك شو بدي ساوي؟ يخرب بيتك يا منتصر على الفضيحة، والله انسلق بدني. مالي غير استعير فنجان بن من عند ام ساري. لك والله انا قامتي كتير كتير هيك، مالي متوقعة. إن هي طلعت برات البيت؟ والله مو حملة فنجان بن بإيدها. شو عرفك؟ مبينة لك أمي، مبينة. هيك بيت بدهم يكون عندهم شوية قهوة. أمي مو لهالدرجة، مو مخوف. لك هي واضحة أمي. بس
تفضل استاذ، هذا الورد لك. ورد؟ من مين؟ والله ما بعرف. طبعا الله يسلمك. تسلم هديات، الله يشافيك. وينك؟ تعال هيدا فرج. شكرا لك، يعطيك العافيه. عزبتي حالك والله ماني مصدقة بعد كل هالسنين. شو لكان؟ أنا أختك لكان شو؟ أي والله وقعت. سلم دياتك. هاتي عندك، هاتي عندك، حتى هو لا تقيمي شي تعزبي حالك، خلي كل شي مثل ما هو. ما تأخذيني والله يا أم فريد. على شو بدي أخذك تقبريني؟ بس ما قلتي لي يعني ليش هيك صفيان البيت تبعكم؟ والله ما كنتوا هيك. والله مثل مو شايفة. شو بدي ساوي؟ يعني دخلك منتصر قاعد بلا شغل، ما معه مصاري يحسن اموره. لا ايوه، شو ما معه مصاري، عم يقبض راتب من الجريده واجره البيت اللي ورثوه اياه اهله، معه مصاري. طيب وشو صاير له هو الثاني يعني؟ ليش هيك بيتكم صفيان لكان؟ شو بدي اقول لك يا ام فريد؟ قولي على عمتي عليكي. خلص خلص لا تزعلي. كان لازم ما نحكي. شو ساوي؟ دبريني مشان الله. حبيبتي انا بعرفك ذكيه وما بده بينصحك. هلا انت بزمانه، مو قلتي لي انه اخوك بيبعت لك قرشين؟ بلا عم يبعت. لكن انزلي على السوق حبيبتي، اشتري لك كم قطعه حلوه، اشتري مكياج. حبيبتي نحن النسوان منوع بخطأ شائع، بتعرفي شو هو؟ لما منعرف انه رجالنا بيحبونا منصير منهمل بحالنا وما منهتم ومنصير شكلنا مثل مو شايفتك هلا. مشان هيك يا عمري ارجعي البسي وتمكجي وحطي الكحلة وحطي الحمرة، بصير جوزك بحبك اكتر. هذا هو حبيبتي يا قلبي يا عمري انتي الخطأ الشائع اللي منوع فيه. القصة مو بالمكياج ولا باللبس، مشكلة عند منتصر، قصة أكبر من هيك بكتير. إيه يا أبو حلمي، هدول صاروا جاهزين حبيبي. أوكي يلا نص ساعة بكون عندك. هلا حبيب هلا. سهيل هلا شو رأيك خلي كم قطعة ألماس وذهب تقيل بلبسهم وقت المسافر يعني، وبيع الأونصايات والليرات الذهب مثل ما بدك نصيرة. بس يعني نحن بدنا نبيع ونبيع، ليش لحتى ما نبيعهم ونقلبهم دولار؟ بعدين شو بدنا بالذهب نحن برات البلد؟ خلينا نبيعهم لانه اللي معنا يا دوب يكفوا حق بيت. شو؟ حق بيت؟ ما انت معك 20 مليون ونص وهدول بيطلعوا شي مليونين. ما بتصور يجيبوا مليونين. شلون ما بتتصور بيجيبوا؟ ما الذهب غالي كثير. هلا مو مشكله خلاص انا بدبرها. ما تصالحتوا؟ لسه. شو بكي قرفانة؟ كتير قرفانة، ماني طايقته. هلا أنا بدي إياكي تطيقيه، نحن بدنا الصندوق، اتحملي كم يوم لبين ما ناخذ لي بالصندوق ونسافر. بتحمل، بس مو ليمر على البيت لحتى أشوف شو رح ساوي؟ حاولي تصالحي، تمثيل يعني. خلاص، حاضر. حتى إذا اضطريتي ترجعي له 500,000 مؤقتا. من ايه بدي رجع ال 500,000؟ اعطيني اياهم لحتى رجعهم. ليش ما عاد معك ولا قرش؟ افرطيها، عظمك ذهب نزور، شو بكي؟ شان الله سهيل، حاشت غلط عليها، ما عاد بقي معي ولا شيء، كله اعطيتك اياه مشان هالسفرة. طيب، أنا رايح، الزلمة عم بيستناني، بدك شيء؟ سهيل، صاروا مع الصيغة 22 مليون ونص. ايه ما في فرق بيني وبينك حبيبتي، ما في فرق. والله يا ابو شاهر اللي عم يطلع بيدي عم اعمله. وانت ما بتصل يا ابو اخضر، فيك الخير. انت شايف بعينك الامور مخربطه، وانا عم حاول اعمل كل شيء وما زعل حدا. انت عم تغلط بشيء؟ اكيد لا،
بس أنا إنسان والإنسان ما معصوم عن الخطأ. يا أبو عقبة في ناس عم تغلط وبتعرف حالها إنه عم تغلط وبتستمر بالغلط وكأنه من حقها إنه تغلط. بعرف بعرف. بيجوك زراف ونضاف ووطنيين عم يبيعوك وطنيات وفجأة مدشوا بيصرون بينقلبوا فوقاني تحتاني. مثل صاحبنا. تذكروا؟ أنا اللي بتذكره. كل الناس بتعرف إنه كان معظمه طفران على غفلة صار مليونير مع إنه قبل ما يستلم منصبه كان بيته بالإجرة. هلا صار عنده فيلا وثلاث سيارات. شو ثلاث سيارات يا رجل؟ ثلاث مرسيدسات ومرته عندها كاديلاك وابنه بي ام. يعني شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. ولما يجي على الوزارة ونحاكيه يبيعنا كلام بالأمانة والأخلاق. تعرف شو؟ ما عاد حدا استحى. أكيد مثل صاحبنا ما في جنس الحياة. على غفلة صار في معه ملايين وفتح شركات كأنه عم يقول للناس شوفوني أنا حرام. فعلا فعلا ما بيستحوا. فكرك هالناس ما بيعرفوا حالهم عم يغلطوا؟ أكيد عرفاني بس قلة الأخلاق مخليتهم ما يستحوا. يا رجل ما عاد حدا استحى. تخيل حتى المفردات عم تتغير. يعني المرتشي صار اسمه مستفيد، الحرامي مدبر حاله، المجرم ذكي ونفذ حاله. يعني شو بدك تحكي؟ تحكي بهيك واقع عم بتغير بشكل كتير عجيب. وانا ايه ابو عقبه انا ماشي. طيب ايه رايك؟ الحمد لله شفتك بخير واكيد ما بتطول الغيب عليك. ابو شاهر انا معتمد عليك بهالمهمه، واذا شفت صاحبنا مو خرج لا تكمل لا تحكي شيء. احنا يا اكثر